الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واولا شيء جوهر حسين هلكا نغلا سوتانو شانل كينو جوهر حسين انهما مشو وحرجينا ان عفمت قبطان سدا اني انو عفمت قبو الله سبحانه وتعالى عفمت كينو زياده الله سبحانه وتعالى وحان جعلنا فردوس الاعلى وريسان وارزاقه الله سبحانه وتعالى انت نوبد حسين وبد باريه كو ارزاقه الله سبحانه وتعالى انت حنون صن حرو حنون سرير لصار هكا دول قاضي حنون عفمتها وبد دم بدافنها ودو الله سبحانه وتعالى انت نقول هيسن نقول وناكسن هكو ارزاق انت اوبتك كما كان اوبتك وضعها وسوع اليو الله سبحانه وتعالى انت شقي سنن شق وناكسن اي كفر اي كفر حان هكو ارزاق الله سبحانه وتعالى انا قال لي وكو والدك وضباري الله سبحانه وتعالى انت مرغيسن مرغد هكا دول قاضو فرحات وارتا هاو بدلو امين يا رب العالمين وحي تبايان لا ربط الله أصول صار إن شاء الله أصول فضيها أصول ددجيو آمين يا رب العالمين. إن قصة عجيبة أنه هيا إن شاء الله تعالى إنه حرجينا إني إذن قن عندهن تو صفي عنا إذن قن عندهن تو سيب أنا أنا وسعت الصومالي عطانا هاي إن قاسينو تاي قصة دان إن أبهانا كشيكينا يو أبهان إن إلهي سبحانه وتعالى وحسيي hanti in wa abo in ganacsi wax walbo in ma sha Allah aad ii aad in ugu dheer ganacsiga iyo waxii markaas hanta magaalada u degan yahayne ku magacaaban inuu hanti leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku arzaaqay ثلاثة بنات أما سدح قبلود والنعمة بالله سبحان الله الله ما حاك قرح بدن أنا هير واحد هاجنا هاي الله هاي جه واحد واحد وحدن هي سنين أبو وان قلت هاجيسا أنا قبلها جعل كوذهير وحو إيجا جاري وحا مقلي عاد صوماليا وأكيد لبنين ميل تاجن إن الله جم نحبحو حتى أنت ميل هذا ودك دك سنة على هذا لبضة سنين ميل يتاجن يهين يعني أنت قفك سوجي أنت وحك قفك سوجي إن لحظة هذا ما راح تعمل جعله مجعلي لأنه حال الله ويل بدن الله يساق وبرك سبحان الله وعز وحجر ما أهن طبعا ما آمن زني هذا سبحان الله وصول عيسى والعياذ بالله مركا إن مركا صدق قبله إلهي سبحانه وتعالى وأرزاقي ما شاء الله تبارك الرحمن نعم وين إلهي سبحانه وتعالى سيء فوحد عذي أبيه قبله سقرح بدن وكوري سد دلل نمائه يعني دلل نمائه سقرح بدن هذا نوع قناع صنع ولها قبله كرسي مقرح بدن تن وناك صنع وان كوري قبله يقولي بحلو يقان ولها دين أنا يعني الحمد لله وحيري إلهي سبحانه وتعالى وحوسك كيدر ولها إن عباده إيو إن هنتي إنت عصو إلهي سبحانه وتعالى أسكو كيدر ولها فالحمد لله قبله إذا مركان ويوين هذين ولها إن تن أقوين وحي جارتي صدون إيشان صنو أي جارت ولها قبله وح سلام عليكم صلى هاي صدون أنا هاي مجرت ولها أرنتي وحي أقول نقطة لياب ما دام قبله حافظ فعودي لجور سنة وحيري قبله وح جاي كم صلى هاي مسي وح سلام عليكم صلى هاي مس وح إذا صدون أنا قبله جربنا إذا هاي إلى هاي أبورت ما بجرت أبو سبحان الله أرنتي وحي أقول نقطة صلى هاي أرن عجيب وحي أقول نقطة أرن عن فيلين أنت وحي أقول نقطتي أرين أنا كفكر مر والبو سذاك قبل هاجو لصود دونين ما أنت عبادك وما يرو وصلاة ده ودكتا وح قلد مس ميسد محاكا قلدن وحاس لي هو ناس وآشي وحدة هذا سويدي هذا ناس تحت قبل ما أهانو ده هاي قبل هيجي قبل ود ود جويتان لقوي قانو قبل وريق لقوي قانو قبل ملحون تاجناش لقوي قانو قبل هيجي ولا برت الماميس مركل له قبل ودين يا أخلاق وناك أنكو كوري وراها التربية وناكسن أنكو كوري هاينو وحي الشيء راها إن أدور راها سبحان الله هايو إلهي سبحانه وتعالى تقانو أخلاق جرجودا لو صو بربارية ما شاء الله تبارك الرحمن ما ليه كار حاس كي جحنا ما ليه كار أني جحنا ما ليه كار وحاس ويديو راها حق الله إذن كهستها قبلها قم حلو صو دون لا إيه معلوم وحي وحول راها أنا واسك في كرا وحاي مادي حاس كي جاي مادي محاو في كري ساي وتري مركز وحان راها محاقلدن محادعي قبلها يجوا واي لو صو دون لا إيه قبلها يجوا محي جور لأن وجوغان
أنا قف في عنا أهي سدا إيجو أكتهاي أذيك أنت كا أوجها قف وناك سنة تهاي يا سبب وآه محاسق قلدن مال السحري ما السحر بقى لغو سمية استهول هاي مركزة إمامة ذي وحيد هذا عد سحر تمجرت لكن قبلها قلنا سودون وأذيك السبب وآه سبحان الله سدا أنا سبب أقول نكون عوابتن وجداي قبلها قلنا جور وجور وربو ونمن وناك سنة وربة سده ان انا اوغو ربن قبلهيغي ان لو غورسد markaas waxa waxay dhahday waxa haysataa lacag haysataa ay dhahday hantii aan leedahay marka xaafadana dadka degan 499 wad dad aan yaani wax saas ay ana haysanin marka in qof alaala qofkii ka soo doonan lahay wuxuu isleeyahay oo dhahay ay dhahday meher badan ama lagu weydiya lacagta doonashada wax badan ama lagu weydiya maadaama adi lacag haysatid sidaas darteed waxay ka baqayaan in hanti badan gabdhahaaga ku rabtid marka in saasa sabab ugu noqotay okay marka wuxuu dhahay arintii macquula ila noqotay way dhici kartaa aan dhahay okay maxaan sameeyaa in bal fiiri subhanallah zowjadu wanaagsan in caruurtaada aad u doortid zowjadu wanaagsan in allahumma sta'an waa wax aad u wanaagsan wuxuu ku siinaysaa maskax ka maqan ku siinaysaa fikrad oo markaas aadan haynin ay kugu abuureysaa in allahumma sta'an wixii qalad ay ka celinaysaa wixii wanaagna way kugu horseedaysaa marka allah mustaxaan waxa dhacday okay wuxuu ku celiyay waxaan ku celiyay dhahay maadaama xaaskayga fikradtaas wanaagsan ay keento dhahay oo aqliga iga maqnaana ayada in uu ku jiro okay sidee xal ugu heli kara sidee gabdhahayga guur ah ugu heli kara in marka waxaan sameeyaa markaas waxay dhahday waa baxaysa imaamka masajidka u tagaysa waxa leedahay in qudbada jimcaha waxa ka aqrisa in muxaadaro ku saabsan guurka in meherka la qafiifiyo in allah musta'aan aabaha wanaagsan gabadhiisa uusan wax hanti ku xujeynaynin islamarkii uu guurinayo qofkii soo doont keliya uu ku doorayo diin akhlaaq wanaag uu ku doorayo marka imaamku u sheego dhahay intaas in allah musta'aan uu ku qudbeeyo markuu qudbeeyay adaa istaagayay dhahday makrofoonka qabsanaysa markaas waxa leedahay maasha allah waa ku faraxsanahay in maanta qudbadan in la soo jeediyay aab walba meeshaan fadhiyan waxa ka codsanaa sida uu imaamkan sheegay in on guurka meherka la qafiifiyo oo gabdhaha loo dooranin akhlaaq iyo diin u saaxiib ah iyo wanaag marka waxay dhahday maalintaas ka bacdi haddii gabdhahaaga la soo doonan waayo hadalkayga waxbaa ka soo qaadan u dhahay maalinta jimcaha la gaaray imaamkii u tagay imaamkii markuu u tago wuu sheegay wuxuu dhahay jimcaha khudbada waxaas iyo waxaas ka dhig guurka ka hadal haye waa imaamkii wuu yeelay dabcan masjidkiina wuu ku dukadaasi imaamkii arrintii oo ka hadlay muxaadaradii oo guurka ku saabsaneyd in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam عليه أفضل الصلاة والسلام او دهاي ان مهر كلا قفيف فيو ان غور كان لا ادكين غور بغور كا قفيف سن مهر بمهر كا قفيف سن او كقهر بدن يحي marka wixii markuu ka hadlay okay ana rabo dhahay imaam laba kalaam inaan dhaho ama saddex kalaam waa istaago dhahay en dabcan sidi xaaskayga ay ugu balantay intii aan ka sheego dhahay en meeshii aan ka hadlay ماشي markaan ka hadlay wuxuu yiri en dad badan ay ugu raacay waa sax oo dhahay masha Allah arin wanaagsan waay en normal nak soo wareegto dhahay en markii normal nak soo wareegtay nin kamida ninka nin diriska ahaa ay imaade markaas wuxuu i dhahay haajiyo waxa u baahanahay en gabadhaada in wiilkayga lagu daro gabadhaada weyn in wiilkayga lagu daro markaas darteeda en balka waran waxa ka leedahay arintaas waan waafaq u dhahay laano ninka nin aad u wanaagsan u ahaa oo wiilkiisana gabar wanaagsan u raadinayay marka sidaas darteed waan waafaq u dhahay gabadheedina in waan la hadlay waxaan dhahay aabo meherkaaga yareyso in ilaahay guurkaaga guur qeyr leh ugu dhigo marka sidaas darteed in gabadheedu way waafaqday waligooda gabdheheyga hadal ay kuma soo celin u dhahay gabadheedu way waafaqday gabwiilkiisa sidii loogu daray aroos loogu dhigay falxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'ala gabadheedu u badu siiyo dhahay subxaanallah alxamdulillah gabdhihii kalena muddo lix bilood ah kama soo wareeginno dhahay isla xaafadii loo soo doontay aroos quruxda badan waa loo dhigay wuxuu yiri maasha allah tabaaraka raxmaan waxaanu noqday maanta waxaan ahow dhahay awowaa ahay alxamdulillah marka wuxuu yiri sheekadan oo xikmada badan waxay ku saabsan tahay aabo wuxuu leeyahay aabo macaanu ama walaalkayga qaaliyo ama wiilka adeerku ahayo gabadhaada ha ku xujeynin in meher qaali a kula sugtid ani wuxuu yiri alxamdulillah gabdhahayga wixii laga keeno uma baahna inuu dhahay waan ka dhaqnaa wixii laga keeno keliya meherka xaq meherka xataa waan diidi lahay u dhahay laakiin gabadha
إن مهرك عقي ولا هذا هاي إني أيضا قاعدته إني أيضا شيء جدا حقي ولا هذا هاي مركزات درت هذا كم هو استاي كرول هاي ما أنت قبل هي جوحي هيستانو هاي زوجات صالحات إيه يكون قناع سيهين وبد إلهي سبحانه وتعالى قرح بدن قسيو ده قريه هذا آذي أو قناع سيهين ده بل إن كورما ده هاي هدي أن سداس أهان لها ورأي جاس حاس كي أنك قادن لهن فالحمد لله وحن هذا الشيء جاي ده هاي إن قبل هنا آ ودور تان مر والبو إنن وناكسن ورقن كرا إن أوبت كده لعين أبو بيح ونقوم كرا مش أبو أو مالها أسك صوف فري صناع مش أبو إن أو محير هذا أسي أو ما إن فري كدر إيوه حاسة معنا أبو ما يهاي أبو جرب ونقوم كرا ما يهاي أوبت كيسة إيه حاس كيسة وجوري ولا وحبها كحجينا قبلها جوريها إذن فري ودأذو ذن السي دافع أو محير إن دمر كان دأذو طبعا إن مركل له دا إس إيج إس نمبر لكن مركا لا لهو أنك المذا إن وحملكو أقواعدو مركا إن حوغا ويسو قابن تاعرن تودا مركا وحا وناكسنو لهاي قبلها إنتو قريها إذن كوغو وينان لهايين إنا أوبان لكتان إنا قوستان إنا أوبان لكتان إنا دان وحبا أوباهنين إنا أوبان لكتان إن ألا نيك إن ربطو إني كينسان يسو أنكو دراي أنيك حولا أنكو بحيناي سي أي قريغاس أي كو قانع سنتا أما نيكاس أي كو قانع سنتا هاي نيك يادو أو نقضو قريغاس نو قريغ يادو أو نقضو مرو والبوحو ليه قبلها قرب إذن كاقبا هاي هيني قرب سي أما فهمتين مركا قصد أنا إذن دادي هنو طبعا ويل كان نيكان أما آبها نوحو كهادلي إن وحاد وناكسن والله باهنا رنتي أو سومالي هذا بقول كيف سجاشن استقال كده قنتو إن قبرنين مركو صدون تو طبعا عمانين على وضع صعنا مركا هذا محو هيستا محو كشق هيستا إن قاري ملايها أنت ما هو ناكسن ما قروح بدنا إلهي سبحانه وتعالى جور كانوا إصلاحي أنا قاعد بجور كن سومالي هذا النهاي إنه قد كسيد عايو هذا وحيري سأقول سيد ما إنه سيد تيم بدو marka inta yarta oo uusan tiib tiimban inta yarta u dhiman halaga badbaadiyo halaga gaarsiyo goorka mar walbo in aan u doorno caruurteena in qof dhaqan kara anaga inaan doorno qof na dhaqan kara hanti iyo waxaan loo joogin hadii aan markaas aan raan muhiimada ninka ma i dhaqan kara biilkayga ma i soo dhacsan kara in aktiisa ma ku gaajoona waa maya oo khalas wuu istaahila in la guursado diinta sidoo ku yahay ma masal shantiisa waqti muddo kada in allah musta'aan afkiisa ma gaaban yahay ku aruur kaas ku aruur aydan tahay ma fahanteen marka ilaahay subxana wa taala guurka wax wanaagsan uu ina jideey waaye allah subxana wa taala hanoo saqiro guurka allah subxana wa taala guurka hayno fudee amin ya rabbal alamin wala shin jawar xuseen oo idan leh kusoo dhawaada channel keenna subscribe saara saxaadtiin la wada wixii raayigeenna comment igno reba like tin dirgelin waaye like ino saara qeyri caafimaad iyo barwaaqo idan rajayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.